Uh, number two uh, put uh, true or false uh, propagation of water waves on the surface of a pond uh, when uh, thrown a stone into uh, it represents an oscillatory motion uh, يعني uh, انتشار uh, موجات الماء على سطح بركة uh, لما بنرمي فيها حجر انتوا uh, يعني يعني بداخلها لما بنرمي uh, uh, حجر عليها uh, it represents an oscillatory motion uh, هتمثل oscillatory motion طبعا قلنا false المفروض uh, it represents wave motion Uh, the motion produced as a result of the vibration of the medium particles at a certain moment and in a definite direction is known as the oscillatory motion طبعا قلنا فولس المفروض wave motion الحركه اللي بتنشا نتيجه اهتزاز جزيئات الوسط في لحظه معينه وفي اتجاه محدد طبعا قلنا اسمها wave motion. Uh, waves are classified according to the ability to propagate and transfer energy into mechanical waves and longitudinal waves يعني الموجات بتنقسم على حسب قدرتها على الانتشار ونقل الطاقة إلى mechanical waves و longitudinal لا طبعا mechanical و electromagnetic لأن احنا قلنا قدرتها على الانتشار يعني بتنتشر في الفراغ ولا لا تنتشر في الفراغ يعني بتحتاج لوسط مادي ولا لا تحتاج لوسط مادي قلنا طبعا إلى ميكانيكال وإلكترو مجنتيك لأن الميكانيكال كانت ترانسفير ثرو فاكيوم لكن الإلكترو مجنتيك كان ترانسفير ثرو فاكيوم يبقى طبعا فورس والمفروض ميكانيكال آند إلكترو مجنتيك. ووتر ويفز ار ميكانيكال ويفز بيكوز زي بروباجيت ثرو فاكيوم موجات المية من الميكانيكال ويفز عشان هي بتقدر تنتشر في الفاكيوم طبعا فولس الووتر ويفز ار ميكانيكال ويفز بيكوز زي كانت بروباجيت ثرو فاكيوم لا تستطيع ان تنتشر في الفضاء light and sound waves are examples of uh, electromagnetic waves لا طبعا احنا خدنا ال light ده من ال electromagnetic waves لكن ال sound ده من ال mechanical waves يبقى نصحح sound ونخليها مثلا uh, infrared uh, wave او uh, microwave او uh, uh, ultraviolet wave كلهم من الelectromagnetic او الvisible uh, uh, اه ال visible light اهو يبقى light and مثلا microwave يبقى false وزي ما قلنا light and microwave uh, A transverse wave is formed uh, of crests and troughs. Ah, uh, طبعا true. El transverse wave, الموجة المستعرضة بتتكون من كم من كم طبعا true. Water and light waves are example of uh, transverse waves. اه طبعا ترو الوتر واللايت الاثنين من الترانزفيرز لكن الوتر دي كانت ميكانيكال واللايت كان الكترو ناخد بالنا بس الاثنين ترانزفيرز يعني موجات مستعرضه نراجع كده اهو البيج على طول ادي اه احنا قلنا ان الالكترو ماجنتيك ويف اللي هو زي اللايت يعني كلهم ترانزفيرز كلهم موجات مستعرضه والميكانيكال قلنا بيبقى فيها ترانزفيرز زي الووتر واللونجيتودينال زي الساوند يبقى الووتر اهو واللايت الاثنين ترانزفيرز الاثنين ترانسفيرز ترانزفيرز ناخد بالنا من السؤال ده عشان في ولاد بتتلخبط فيه يبقى طبعا اه, هيبقى ترو اه, الووتر واللايت من الترانزفيرز ويف طبعا ترو كريست از ذا هايست بوينت اوف ذا بارتيكالز اوف ذا ميديوم ان ذا ترانفيرز ويف طبعا ترو آه احنا خدنا ان الكريست اللي هي القمه هي اعلى نقطه لجزيئات الوسط في الموجه المستعرضه يبقى طبعا ترو. ساوند ويفز ار ترانفيرز ويفز طبعا فولس ده من اولها كده لا احنا قلنا ان الساوند ويفز لونجتيودينال Uh, waves uh, which propagate through media in the form of compressions and uh, rarefactions اه خلاص احنا لو شيلنا uh, uh, transverse دي وحطينا longitudinal خلاص الجملة كلها تبقى مظبوطة عشان بينتشر في, في الوسط أو في الأوساط المادية في صورة compressions and rarefactions يبقى طبعا فولس وهنصحح transverse نخليها ذا The wavelength of a transverse wave is the distance between the two successive crests or uh, troughs طبعا ترو، احنا قلنا إن الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة ما بين قمتين uh, متتاليتين أو قاعين متتاليين، يبقى طبعا دي برضو ترو. Uh, the distance between the first crest and the second crest is longer than the distance between the second trough and the third trough طبعا فولس وناخد بالنا بقى عشان في كتير من الـ من الولاد يقوموا قايلين فولس وبدل uh, longer than uh, smaller than هم يشوفوا longer than على طول يبقى طالما فولس يبقى smaller than لا طبعا هي فورس وبدل لونجر ذان هتبقى ايكوال تو ليه؟ لان الديستانس ما بين الفيرست كريست والسكند آه كريست ما دي ويف لينس والديستانس ما بين السكند تراف والثيرد تراف ما هي دي برضه ويف لينس وطبعا الويف لينس ده لازم يكون بيساوي الويف لينس ده آه ادي مثلا اهو آه لو عندنا ويف اهي مثلا كده آه هو بيقول الويف لينس اللي آه هو بيقول ذا ديستانس بتوين ذا فيرست كريست اند ذا سكند كريست اهو ادي ادي الفيرست كريست وادي السكند كريست مش احنا قلنا ده كده هيبقى لمضة تمام واحنا قلنا اصلا ان ان الويف ات از ذا ديستانس بتوين اني successive uh, crests or any successive uh, troughs طيب هو بقى بيقول between the second trough and the third trough طب فين ادي كده ال first trough ادي ال second trough وادي ال third uh, trough او ده برضو ويفلنس يبقى لازم ده هيبقى ايكوال ده لو قال لي ذا ديستانس بتوين مثلا ذا 15 اطراف uh, اند 16 تراف طالما هم ورا بعض على طول يبقى ده ويفلنس لو قال لي 500 كريست و 501 طالما ورا بعض على طول يبقى هو ويف واحد وطبعا الويف للموجه الواحده بيبقى متساوي يبقى طبعا هنا هنقول ايكوال اه, تو بدل لونجر ذان هيبقى ايكوال اه, تو ناخد بالنا بقى من نمبر اه, 12 دي عشان في ولاد بيتلخبطوا فيها 4 نانوميتر ايكوال 400 تايم 10 باور نيجاتيف 11 متر طيب اه احنا عايزين نعرف هل الرقم ده هيساوي الرقم ده ولا عايزين نعرف هي كده ترو اور فورس حلو احنا دي 4 نانوميتر سهله خلاص هنسيبها زي ما هي هنبدا بقى نحول دي لنانوميتر، نشوفها هل فعلا هتبقى نانوميتر ولا لا، هنحول الرقم ده لنانوميتر، هنشوفها فعلا هتساوي 4 نانوميتر يبقى ترو، لو ما طلعتش 4 نانوميتر يبقى فورس، طيب. أول حاجة الرقم ده هو إيه اللي هو بالميتر؟ حلو، يبقى آدي كده عندنا 400 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 متر، آدي 400 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 متر، طيب مش إحنا قلنا عشان نحول من متر ليه نانوميتر مش احنا بنعمل تايم 10 باور 9 ناخد بالنا تايم 10 باور 9 لان احنا بنحول من الكبير اللي هو الميتر للنانوميتر جميل هيبقى هيساوي برضو هننزل ال 400 زي ما هي تايمز 10 باور نيجاتيف 11 تايمز 10 باور 9 هيدينا 10 باور نيجاتيف 2 هيدينا 10 باور نيجاتيف 2 حلو والفورد وال 400 دي مش هي معناها 4 تايمز 10 باور 2؟ مش هي 4 تايمز 100؟ مش احنا لو فكينا ال 400 دي طب هنخليها كده في خطوه بعدين، لو فكينا ال 400 دي هنلاقيها هتساوي 4 تايمز 100، وال 100 دي معناها 10 باور 2 حلو؟ يبقى كده 4 تايمز 10 باور 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 طب ما هي دي كده كانسل مع دي يبقى هيساوي في الاخر 4 متر يبقى كده دي كده صح يبقى دي كده ترو ناخد بالنا نقول تاني احنا هنشوف ال4 نانومتر دي هنخليها ثابته زي ما هي وهنشوف بقى الرقم اللي فيه ارقام كتيره ده آه هل هل هو في الاخر هيساوي 4 نانوميتر ولا لا؟ قلنا على طول هنحول من متر لنانوميتر فيبقى آه تايمز 10 باور آه باور 9 عشان احنا بنحول من الكبير للصغير فيبقى تايمز 10 باور 9 آه حلو فلما هنعمل تايمز 10 باور 9 فالريزلت ده هيبقى طي... هيدينا 10 باور نيجاتيف 2 وال 400 دي اصلها 4 تايمز 100 صح ال 400 اصلها 4 تايمز 100 وال 100 اصلا بقدر اكتبها 10 باور 2 يبقى ادي 10 باور 2 مع 10 باور نيجاتيف 2 كانسلد ويز اتش اذر يبقى هيتبقى 4 بس وخد... وناخد بالنا احنا من, ال... من الاول بنحول اصلا من متر لنانو ميتر. يعني الرقم اللي هيطلع ده هيبقى نانومتر، ففي الاخر ادانا 4 نانومتر يبقى كده الليفت سايد ايكوال للرايت سايد يبقى كده بالتالي هيبقى ترو. نانوميتر از بيجر ذان مايكرومتر، النانوميتر اكبر من الميكرومتر من الميكرومتر طبعا فولس، النانوميتر سمولر ذان مايكروميتر اصغر من الميكرومتر Uh, amplitude of a wave is uh, the time taken for one wave. ال ال, ال الساعة بتاعت الموجة الوقت اللي هتاخدها عشان نعمل uh, موجة كاملة طبعا فور ده ال periodic time. the periodic time of a wave it is the time taken for one wave. يبقى هنشيل Amplitude ونخليها periodic time. The distance covered by the wave in one second is called wave uh, velocity. اه طبعا true. المسافة اللي الموجة هتقطعها في ثانية هيبقى اسمها سرعة الموجة. اه طبعا دي هيبقى true. The measuring unit of wave velocity is meter per second اه طبعا وحدة قياس سرعة الموجة meter per second while that uh, that of wave length is hertz is طبعا false الwave length بالمتر او ممكن صح wave length ونخليها frequency لان frequency هو اللي بالهرتز يبقى دي false false ليه عشان the second statement هي اللي false لكن the first statement صح أول جملة صح measuring unit of wave velocity is meter per second صح لكن الجملة التانية while that of wave length is hertz طبعا false الفريكوينسي هو اللي بالهرتز او ممكن نصح هرتس ونخليها متر يبقى طبعا فولس ذا فريكوينسي اوف ا ويف از دايركتلي بروبورشنال تو اتس ويف لينث وين ات بروباجيتس ثرو ذا سيم ميديوم طبعا فولس احنا قلنا الفريكوينسي والويف لينث دول انفيرسلي بروبورشنال تو اتش اذر احنا قلنا الفريكوينسي والويف لينث انفيرسلي بروبورشنال تو اتش اذر ونفتكر الجراف اللي كنا واخدينه هنا لما قلنا ادي الجراف اهو لما قلنا ان الفريكوانسي والويف لينز دول انفيرسلي بروبرشنال تو ايتش اذر ماشي يبقى كده الفريكوانسي از دايركتلي بروبرشنال تو ويف لينز قلنا هيبقى فولس هيبقى انفيرسلي بروبرشنال Uh, wave uh, velocity is constant سرعة الموجة بتبقى ثابتة إن the سيم ميديوم اه طبعا في نفس الوسط بتبقى السرعة ثابتة and ديفرز from one medium to another لكنها بتختلف من وسط إلى وسط اه uh, طبعا قلنا ترو لأن مثلا سرعة الصوت الساوند ال uh, wave uh, velocity in air uh, بتبقى مثلا 340 لكن في الووتر بتبقى 1500 متر بير سكند في الود كانت 1850 تمام يبقى طبعا differs from one medium to another بتختلف من وسط الى وسط اخر ساوند فيلوستي ثرو ليكويدز از مور ذان ذات ثرو جازز اه طبعا قلنا ترو لان سرعه موجات الصوت في الليكويدز uh, بتبقى مثلا زي الووتر كده 1500 لكن في الجاز اللي هو زي الاير 340 يبقى طبعا سرعتها في الليكويدز اكبر من سرعتها في الجاز طبعا ترو الويف فيلوستي ايكوال ويف فريكوانسي تايمز نمبر اوف ويفز ان 1 سكند طب ما هو النمبر اوف ويفز ان 1 سكند ما هو هو الويف فريكوانسي ما احنا قولنا number of waves in one second هو هو ال wave frequency يبقى طبعا force وبدل number of waves in one second هيبقى ال wave length يبقى هنكنسل هن هن دي كده ونكتب wavelength راديو ويفز اند لايت ويفز هاف ذا سيم frequencies ان فاكيوم ليهم نفس الترددات في الفاكيوم طبعا فولس ده ليه تردد ولا ليه تردد لكن هم ليهم نفس السرعه يبقى هاف ذا سيم فيلوسيتي ان فاكيوم يبقى هنشيل فريكوانسيز ونخليها فيلوسيتيز هم ليهم نفس السرعات في الفاكيوم امال هم مختلفين في الفريكوانسي وكنا قلناها قبل كده قلنا اه لان لو دي الفريكوانسي بتاعها اكبر هيبقى الويف لينس بتاعها اقل لو دي الفريكوانسي بتاعها اقل ماشي يبقى الويف لينث بتاعها اكبر بحيث ان الريزلت بتاعهم في الاخر دايما الريزلت ان هو اللي هو الفريكوانسي تايمز الويف لينز, دايما هيدينا 300 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند هيدينا قيمه ثابته لو ده قل يبقى ده يزيد لو ده زاد يبقى ده يقل لكن دايما بيدينا رقم ثابت لان هم السرعه بتاعتهم في الفضاء او في الفراغ هي اللي بتبقى ثابته يبقى قلنا فورس ونصحح فريكوانسز نخليها فيلوستس وي كان ابلاي لو اوف ويف بروباجيشن فور اول تايبس اوف ويفز اه طبعا ترو احنا قلنا ممكن نطبق القانون بتاع انتشار الموجات لكل انواع الموجات يبقى طبعا ترو آه ناخد بالنا بقى من السؤال نمبر 3 ده لانه بيقول لي كوركت ذا فولوينج ستيتمنتس without it changing the underlined parts من غير ما نغير الأجزاء اللي تحتها خط يبقى لازم الجزء اللي تحته خط ده يفضل ثابت يبقى أكيد هنغير حاجة تانية في الجملة غير الجزء اللي تحته خط يبقى the movement of the clock pendulum is an example of wave motion طبعا غلط احنا عايزين بقى اكزامبل على الويف موشن لان احنا المفروض نثبت ده طبعا الووتر ويفز ال مثلا يبقى the movement of the water wave مثلا يبقى نشيل كل ده الكوليك ال بندلم ال ال ونخليها water wave او لايت ويف او ساوند ويف الموفمنت اوف of the water wave is an example of water of wave motion طيب نبص هنا كده in wave motion medium particles move from their places في الحركة الموجية الميديام بارتكلز طبعا دونت موف فروم ذير بليسز يبقى برضو المفروض هنصحح موف ونخليها don't move uh, from uh, their places ما بيتحركوش من أماكنهم. Waves are classified according to the direction of vibration of medium particles into mechanical and electromagnetic waves. طيب آه, احنا ناخد بالنا ان الجزء ده اللي هيبقى ثابت يبقى هم بيتقسموا على حسب ال direction of vibration of medium particles انتوا طبعا قلنا transverse and longitudinal waves يبقى هنسيب الجزء ده زي ما هو وهنصحح ميكانيكال نخليها transverse والكترومغنتيك نخليها Äh, longitudinal

ووتر ويفز يبقى راديو دي ونخليها ساوند ويفز Light waves and sound waves are examples of electromagnetic waves فيبقى light and uh, radio waves يبقى Light waves and uh, radio waves uh, are examples of uh, electromagnetic waves uh, Compression uh, is a part of a wave at which the medium particles are far apart from each other أه بعيد عن بعضهم لا ده مش الكمبريشن ده الـ rarefaction يبقى بحنصحح كمبريشن ونخليها rarefaction the uh, transverse wave is a disturbance in which the particles of the medium vibrate in the same direction of wave propagation طبعاً uh, in a direction uh, the medium vibrate هنقول in a direction perpendicular to the direction of wave uh, propagation يبقى بدل الـ same هنقول perpendicular to the direction of wave propagation Uh, wave uh, frequency is the number of amplitudes that are done by the source in a minute طبعا احنا هنثبت الويف uh, frequency يبقى الويف frequency, it is the number of waves it is the number of waves يبقى نشيل amplitudes ونخليها waves لان هو عدد الموجات يبقى it is the number of waves that are done by the source in one in a minute طبعا لا minute برضو لا in uh, a second في الثانيه الواحده يبقى هنصح هن, هن cancel amplitudes ونكتب مكانها waves وهن cancel minutes ونكتب مكانها uh, seconds Uh, the velocity of sound waves uh, through water equals 340 meter per second طبعا uh, هنصحح بقى 340 uh, هي في الوتر بتبقى 1500 meter per second يبقى نخلي دي uh, 1500 meter per second ويف لينث إيكوال ويف فيلوسيتي ديفايدد بيريودك تايم طبعا احنا قلنا هنثبت الويف لينث فالويف لينث هيبقى ويف فيلوسيتي ديفايدد الفريكوانسي ويف فيلوسيتي ديفايدد فريكوانسي يبقى نصحح البيريودك تايم ال ال ونخليها فريكوانسي uh, Uh, a body of uh, frequency 200 hertz ناخد بالنا احنا هنثبت ال 200 hertz makes a complete oscillation in 200 second هيعمل 200 uh, هيعمل uh, اهتزازه كامله في uh, 200 uh, second لا طب العكس ده هو uh, makes 200 complete oscillation هيعمل 200 اهتزازه كامله in 1 second يبقى مثلا makes uh, 200 makes 200 complete oscillations in هنكنسل بقى uh, 200 ونخليها in one second. Uh, write the scientific term uh, a disturbance that propagates and transfers energy along the direction of uh, propagation. طبعا قلنا ده دي اسمها الويف wave. ال wave هي الاضطراب اللي بينتشر وبينقل الطاقة في نفس الاتجاه بتاع الانتشار طبعا قلنا wave. The periodic motion produced as a result of the vibration of the particles of the medium at a certain moment in a different direction طبعا قلنا دي اسمها wave motion بقى wave motion وناخد بالنا ان هي طبعا periodic motion. The direction of progression of the wave اتجاه انتشار الموجة قلنا ده طبعا the line of wave propagation اتجاه انتشار الموجة. the waves which need a medium to propagate uh, الموجات اللي بتحتاج وسط عشان uh, تنتشر فيه طبعا قلنا دي الميكانيكال ويفز uh, waves uh, the waves which don't need a medium to propagate أو uh, a type of waves that can propagate through vacuum طبعا قلنا ده دي electromagnetic waves يبقى الاثنين دول uh, الديفينيشن بتوع electromagnetic waves أو من البروبرتس بتاعت الإلكترو waves ويفز ويفز إن the ذا of أوف ذا ميديا perpendicular to تو ذا دايركشن أوف ذا بروباجيشن transferring ترانسفيرنج فروم ذير طبعا قلنا الموجات اللي فيها جسيمات الوسط بتهتز في اتجاه عمودي على اتجاه الانتشار قلنا دي طبعا اسمها ترانسفيرز ويف The highest point of the particles of the medium uh, in the transverse wave, taban only this crest. The lowest point of the particles of the medium in the transverse wave, only the small trough. Waves in which the particles of the medium vibrate in the same direction of wave propagation, only the longitudinal wave. Uh, the area in the longitudinal wave uh, at which the medium particles are of the highest density and pressure طبعا قلنا دي اسمها compressions uh, مناطق التضاغطات. The area in the longitudinal wave at which the medium particles are far away from each other بعاد عن بعضهم قلنا دي منطقة التخلخلات اللي اسمها rear faction.

Uh, the distance between two successive crests or uh, troughs the wavelength to the moji. The distance between the centers of two successive compressions or two successive rarefaction ده برضو الويفلينس يبقى كده لازم بقى نميزهم يبقى دي كده لازم نقول معلش ال دي الويفلينس of the transverse wave ودي الويفلينس of the longitudinal wave. Uh, the measuring unit of wavelength طبعا متر The maximum displacement of the medium particles away from their rest position طبعا دي amplitude. The distance covered by the wave in one second دي طبعا ال wave velocity. قلنا المسافة بالنسبة للزمن طبعا velocity يبقى ال wave velocity. The measuring unit of wave velocity قلنا طبعا meter per second. بتقاس بوحدة meter per second. The number of complete waves Uh, produced from the source in one second عدد الموجات الكاملة اللي بي, ي, ي, ينتجها مصدر uh, في الثانية طبعا uh, قلنا دي ال wave frequency the time taken to make one wave طبعا ده ال periodic time The relationship between wave velocity, frequency and wavelength in the wave uh, motion العلاقه طبعا هنكتب القانون ان الwave wave velocity equal uh, frequency times uh, wavelength نكتب كده القانون الرياضي اللي احنا خدناه wave velocity equal frequency times wavelength the measuring unit of the frequency طبعا قلنا Hertz uh, complete the following statements uh, in wave motion آه في الحركه الموجيه ذا ويفز ترانسفير انرجي الموجه او الموجات بتنقل الطاقه فروم ذا فايبريتنج سورس من المصدر المهتز او المصدر اللي بيعمل الويف تو ذا ميديوم بارتيكلز ان ذير بروباجيشن دايركشن بتنقل طبعا الانرجي الطاقه للميديم بارتيكلز للجزيئات بتاعه الوسط ان ذير بروباجيشن دايركشن في نفس اتجاه الانتشار بتاعها when the uh, turning fork uh, oscillates لما الشوكر اللي أنا بتهتز space is generated طبعا uh, energy أو ممكن نقول sound uh, energy is generated uh, بتبدأ uh, تتولى الطاقة صوتية and traveled in the form of sound waves اه خلاص هو بيقول وهتنتقل في صوره ساوند ويفز يبقى energy is generated هتبدا تتولى الطاقه وهتنتقل في صوره ساوند ويفز يعني طاقه صوتيه the molecules of the medium Uh, during the uh, passing of waves in the direction of wave propagation without a from their rest position the molecules of the medium جزيئات الوسط طبعا vibrate uh, during the passing of waves uh, اثناء uh, uh مرور الموجه في نفس الاتجاه بتاع انتشار الموجه without transferring from their rest position من غير ما ينتقلوا من موضع السكون بتاعه waves are classified according to the ability to propagate and transfer energy الموجات بتنقسم على حسب قدرتها على الانتشار ونقل الطاقه الى طبعا قلنا ميكانيكال electromagnetic ويفز Uh, waves are classified according to the direction of vibration of medium particles relative to the direction of wave propagation into طبعاً قلنا transfers way longitudinal عشان في transfers the ال medium particles vibrate in a direction perpendicular to the direction of wave propagation بيحتزوا في اتجاه متعامد على اتجاه انتشار الموجة لكن في ال longitudinal the direction of vibration of medium particles بيبقى along أو uh, in the same direction of wave uh, propagation في uh, نفس اتجاه انتقال uh, الموجة يبقى طبعا قلنا uh, uh, transverse way longitudinal the mechanical waves are classified into طبعا قلنا uh, transverse way الميكانيكال ويف بيبقى فيهم النوعين الترانسفيرز واللونجتيودينال لكن احنا قلنا ان الالكترومغناطيس ويفز كلهم بيبقوا ترانسفيرز uh, ويف بس Space waves don't need a medium to propagate through طبعا ال electromagnetic waves هي اللي لا تحتاج الى وسط لكي تنتشر فيه such as طبعا light waves uh, space waves need a medium to propagate through دي بقى بتحتاج لوسط عشان تنتشر فيه يبقى دي ال mechanical waves طبعا such as water and sound waves uh, radio waves are considered as طبعا electromagnetic ترانزفيرز ويفز الاثنين احنا قلنا ان الراديو ويفز دي الكترو ماجنتيك ترانزفيرز ذات بروباجيت ثرو فري سبيس عشان بتنتشر في الفري uh, سبيس في الفاكيوم يعني يبقى دي طبعا نخليها احسن الكترو ماجنتيك بس with uh, a velocity of بسرعه طبعا 3 times 10 power 8 meter per second ترانسفيرز ويف كونسيستس اوف طبعا قلنا كريستس اند ترافز الموجة المستعرضة بتتكون من قمم وكوعان. in the space waves the particles of the medium oscillate perpendicular to the wave propagation طبعا في الـ uh, transverse wave. A while in the space waves the particles of the medium oscillate along the wave propagation direction طبعا دي في الـ longitudinal wave. تراف ذا لوست بوينت اوف ميديم بارتيكل ان ذا ترانفييرس ويف التراف اللي هي القاع هي اقل نقطه او يعني اكثر نقطه انخفاضا لاهتزاز جزيئات الوسط في الترانفييرس ويف في الموجه المستعرضه. ماكسيمم بوينت اوف ذا بارتيكلز اوف ا ميديوم اوف ا ترانفييرس ويف طبعا قلنا دي اسمها كريست. أكثر ارتفاع لجزيئات الوسط في الموجة المستعرضة طبعا بيبقى اسمها كريست القمة while the maximum displacement of the simple pendulum from its rest position طبعا قلنا ده اسمه amplitude Uh, the longitudinal wave consists of طبعاً قلنا compressions and rarefaction. الموجة الطولية بتتكون من تضاغطات ويتخلخلات. Space is the area in the longitudinal wave at which the medium particles are of the highest density and pressure. طبعاً قلنا دي compressions. المناطق اللي فيها تضاغط. The crest in the uh, transverse wave is equivalent to the طبعا قلنا center of uh, compression. الـ crest في الـ uh, transverse wave بتكافئ ال center of uh, compression مركز الـ التضاغط في الـ uh, longitudinal wave. Uh, jacuzzi is used to treat طبعا قلنا sprains and cramps by using hot water and space by using uh, cold water طبعا <hesitation> uh, and uh, nervous tension by using uh, cold water. The wavelength of the transverse uh, wave is the distance between طبعا قلنا two successive crests or <hesitation> uh, troughs ما بين <hesitation> uh, قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين. The wavelength of the longitudinal wave is the distance between طبعا the centers of two successive <hesitation> uh, compressions or uh, two successive <hesitation> uh, rarefaction. Uh, the amplitude of the wave it, uh, it is the maximum displacement of the medium particles away from their uh, rest position. هو uh, أقصى إزاحة لجزيئات الوسط بعيدا عن uh, موضع السكون بتاعها. The velocity of sound waves through air is طبعا قلنا uh, 340 متر uh, per second. Uh, اه ماشي لا هو هنا بيقول لي then it's velocity uh, through liquids يبقى طبعا uh, slower زين. ناخد بالنا سرعة الصوت في الهواء بتبقى أبطأ من سرعته في الليكويدز uh, while uh, its velocity through solids is uh, طبعا uh, في السوليدز بقى بتبقى فاستر ذان ذات ثرو ليكويدز بتبقى اسرع منها في الليكويدز اللي احنا خدنا طبعا في الاير مثلا بيبقى 340 في الليكويدز اللي هو زي الوتر مثلا بيبقى 1500 يبقى طبعا ده سلوور ذان الليكويد وفي السوليدز زي الود اللي خدناها 1850 طبعا بيبقى faster than في الليكويدز space is the measuring unit of wave length طبعا قلنا المتر while space is the measuring unit of wave velocity طبعا متر بير wave frequency is the number of complete wave produced from the source in one second آه التردد الموجي آه هو عدد الموجات الكامله اللي هيصدرها اللي هيصدرها المصدر في الثانيه الواحده

عدد الموجات الكاملة على التايم ان سكند. A vibrating source makes uh, 500 waves in 10 seconds. Uh, مصدر uh, مهتز uh, هيعمل uh, 500 موجة في 10 uh, ثواني طبعا على طول نقدر نحسب الفريكوانسي هيبقى 500 ديفايدنج 10 هيبقى 50 هرتز. Where the wavelength of the wave is 20 سنتيمتر وهنا كمان مدينا الويف لينس 20 سنتيمتر طبعا لازم الاول نحولها لمتر فيبقى 20 ديفايد 100 هيبقى 0.2 آه متر تمام. اتس frequency ايكوالز طبعا الفريكوانسي على طول حسبناها لما قلنا النمبر اوف كومبليت ويفز ديفايدنج التايم اهو زي القانون ده فيبقى 500 ديفايدنج 10 هيبقى 50 هرتز. آه الويف فيلوستي آه ايكوالز طبعا قلنا الويف فيلوستي آه بقى من القانون آه بتساوي الفريكوانسي تايمز الويف لينس. قلنا هنا الفريكوانس هتبقى 50 فيبقى 50 تايمز uh, 20 ديفايدنج 100 ناخد بالنا ان احنا لازم نحولها من سنتيمتر لمتر وقلنا هتبقى uh, 20 ديفايدد 100 تبقى 0.2 يبقى 0.2 تايمز 50 uh, طبعا هيبقى ايكوال 10 متر بير سكند الويف بقى هيبقى 10 متر بير سكند ذا بيريديك تايم اوف ذا ويف ايكوال طبعا عارفين ان البريوديك تايم هو الريسبروكال بتاع الويف لينث فيبقى 1 اوفر 50 آه وطبعا هنحسبها بقى على الكالكوليتر على طول هيبقى 0.02 سكند فروم ذا from the opposite figure ناخد بالنا بقى من الشكل اللي امامنا ده الويف لينث ايكوال كام متر اولا احنا قلنا ان الويف لينس الديستانس بتوين تو سكسيسيف كريست يعني من هنا لحد هنا بس طب هو بقى بي هو بقى يعني آه, جايب لي كده على الرسم ان من هنا لحد هنا 2 متر يعني من الفيرست كريست للثيرد كريست طب احنا عارفين ان هو بتوين مثلا الفيرست والسكند بس يبقى هنعمل 2 ديفايد 2 فيبقى ايكوال 1 متر يبقى دي طبعا المفروض هتبقى 1 متر طب البريودك تايم الزمن الدوري ناخد بالنا برضو هو مدينا برضو الزمن بتاع 2 ويفز ما احنا قلنا اهو ادي الفيرست كريست اهي ماشي يعني ادي الخط المنقط ده المنقط ده نازل من اول كريست طيب عد على الكريست التانية يبقى احنا كده عملنا وان كومبليت ويف لما قلنا كمان ممكن نعد ادي كوارتر وادي كوارتر وادي كوارتر وادي كوارتر يبقى كده وان كومبليت ويف يبقى لحد هنا كده البريودك تايب طب هو بقى مدينا لحد كمان تو ويفز 0.2 يبقى طبعا هنعمل divided 2 بقى عشان آه نجيب البيريودكت تايم اللي هو الزمن بتاع آه موجة واحدة يبقى برضو هنعمل divided 2 هيبقى 0.1 سكند يبقى ده هيبقى 1 متر وده 0.1 سكند هنعمل طبعا ده divided 2 زي ما قلنا وده برضو divided 2 لان ده الزمن بتاع 2 waves الويف uh, فلوس uh, طبعا قلنا ايكوال الفريكوانسي تايمز الويف لينث الويف frequency تايمز الويف لينث the frequency of the wave ايكوال space divided البريودك تايم ال طبعا 1 divided periodic time لأن إحنا قلنا إن frequency هو بروكل ال بتاع البريودك تايم فيبقى 1 divided بديوديك تايل وبردو من القانون بتاع الwave اه في اه velocity هي بيقول الwave velocity dividing lambda اللي هو wave length فيبقى الwave اه uh, velocity divided uh, اه wave length uh, in the opposite figure في الشكل اللي امامنا ده ناخد بالنا ده شكل longitudinal wave شكل موجة طولية uh, the opposite figure represents طبعا قلنا longitudinal wave بيمثل الموجة طولية Its wavelength uh, is the distance between، الطول الموجي بتاعها uh, هو المسافة ما بين إيه؟ A أور uh, A, A طبعًا the distance between space or space، حلو، يبقى the distance between A and C or B and D، ناخد بالنا يبقى هنا كده <coughs> the, the distance between في أول space هنا في, في أول نقط هنا هيبقى the distance between a c uh, يعني uh, between a and c or between b and d لان احنا قلنا it is the distance between the centers uh, of two successive crests uh, or the centers uh, of two uh, successive uh, rarefaction uh, if the wave velocity is 340 meter per second يبقى دي كده sound wave uh, and the distance between a b the distance between a و b دي ناخد بالنا بقى دي كده هاف الويف لينس خلاص ناخد بالنا الويف لينس المفروض من ال A لحد ال C هو بقى مديني الدستنس بتوين A و B بس 0.85 يبقى طبعا هنعمل لها تايمز 2 عشان نجيب الويف لينس يبقى 0.85 تايمز 2 هنعملها طبعا على الكالكوليتر طبعا على طول هتطلع لنا 1.7 1.7 متر سو ذا ويف فريكوانسي بقى هو عايزنا نحسب الويف فريكوانسي يبقى طبعا من القانون بتاع الويف velocity احنا طبعا عارفين من اخر مثلث خدناه اللي هو بيقول ان في ايكوال اف تايمز لامدا. هو بقى عايزنا نحسب الويف فريكوانسي اللي هو F يبقى F ايكوال في اوفر لامدا. تمام ال V هو ال ب 340 ولمضه احنا قلنا طبعا هيبقى 2 تايمز 0.85 مش 0.85 ده هيبقى 2 تايمز 0.85 فقلنا هيبقى ايكوال 1.7 هنعملها طبعا بقى على الكالكوليتر على طول هتطلع بقى مثلا 3000